ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين مع احدث صيحات الديكورات في عالم الديكور المنزلي. طبعا احنا كلنا بنبقى اما بنيجي نفرش البيت بتاعنا بيبقى عايزين حاجه معينه، قطعه موجوده في البيت بتميزنا عن غيرنا. غير بقى الانتريه التقليدي والسفره التقليدي والستائر التقليدي، لا احنا النهارده بقى جايبين لكم ديزاينر كبير شغلها بصراحه عجبني، وحسيت ان هو مختلف عن شغل الموجود في عالم الديكور، لان هي بتحط اللي بيقولوا التاتش بتاعها. معانا ومعاكم طبعا الاستاذه نوره داوود صاحبه بيج لمسه نور، والديزاينر استاذ قرار طبعا هيقول لنا على احدث التصميمات اللي نازله في السوق السنه دي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. نورتيني يا استاذه نور. نورتيني يا استاذ قرار. في البدايه بس عايزه اعرف تعرفينا بحضرتك. نوره داوود ديزاينر. تمام. بتعملي ايه حضرتك؟ بعمل الكوشن، بعمل السفر بس بمختلف مختلفة عن الموجودة في السوق. بالظبط كده. غرف أطفال، الستاير بس 3D، حاجة اللي هي يعني ما شفناهاش قبل كده يا استاذه نور. ان احنا نجيب الستاير وتتبع بالتصميمات اللي احنا عايزينها. حد يعني انا ارسم اللي في دماغي وانا انفذه على القماش، انفذه على الاباجوره. تمام. على الاباجوره؟ على الاباجوره. طب ازاي؟ على السجاد. بتتبع 3D وانا بعمل مع تابلو على اي حاجه. يعني اي تصميم حضرتك أيوة. بتعمليه ممكن يتبع على اي حاجه. ايوه، بس تكون الرسمه مش تقليديه، يعني بحب دايما اللي هو ايه في البيت، يعني انا دخلت طبعا بنشوف ديكور كتير وكده، بس ايه اللي انا ما شفتوش قبل كده؟ ايه المختلف؟ ايه المختلف؟ يعني ايه اللي هياخد عيني؟ البيت يعني بالظبط كده، ايه اللي هيدخل ده مختلف؟ بالظبط كده، ايه اللي بياخد عينيا يعني ويشد كده. تمام، استاذ قرار احنا عايزين حضرتك بس نعرف طبيعه شغلك ايه مع استاذه نور. مع استاذه نور انا زي استشاري ليها في الديكور، يعني نحاول انا وهي نعمل فكره مثلا جديده، ندمج الفكر الشرقي مع الفكر الاجنبي مثلا كده. تمام. نعملها بشكل جميل كده وبسيط كمان احيانا يكون. يعني هي بترسم لحضرتك احيانا ارسم، وهي دلوقتي كمان ما شاء الله بترسم احسن مني برضه. انا اعرف ان هي برضو ايه يعني لمسه نور، يعني لمسه ايديها طبعا. يعني انا من الحاجات اللي لفتت نظري ان هي عامله سفره جميله جدا، حاطه فيها مارلين مونرو. يعني انا ما كنتش اتوقع، يعني احنا متعودين على السفر بقى الفخامه والكبر. لما جيت دخلت قلت ايه دخل مارلين مونرو؟ ايه السفر؟ والستاير والكوشن، ده بقى حاجه يعني روعه. انت تطبع الكوشن على مزاجك وبصورك وبصوره اولادك، ده حاجه مختلفه جدا يعني. لا هي بصور اولاد ممكن نكون شفناها قبل كده، بس اللي هو اللي انا اعبر بيها على الكوشن انا بكلماتي، انا على حالتي انا اللي انا حباها. بس ده الجديد، ان انا الحاجه اللي هي اللي جوايا انا بعبر بيها على مش في مكان، يعني انا بيتي ده مثلا خلاص رسومات. بالظبط كله رسومات كدا. يعني انت مؤسسه البيت حضرتك ان في رسومات على مزاج، دي رسمه كذا ودي رسمه كذا. لا وحتى السفره، يعني انا السفره اللي هو نيش وبوفيه ومش عارف، لا انا هعمل حاجه اللي هي تكون شويه فيها النقطه التركي، ان احنا هنعمل حاجه انا هستغلها كويس جدا جدا ومحتاجه حاجه شيك، وفي الوقت نفسه اللي هو ايه الكراسي اللي هي بسيطه جدا جدا، وانا عامله كل حاجه اللي هي حاجه جديده انا عيني مش شايفاها قبل كده. ديفرنت عن اي حاجه تاني مختلفه. تمام. لان فعلا انا لما شفت الكراسي السفره كراسي عاديه جدا، بس فيها اشياء مختلف، فيها لمسه مختلفه، فيها لمسه مختلفة خالص. لا هي ما شاء الله عليها يعني افكار بتجيب حاجه جديده يعني في طب عايز اعرف بقى بدايه التعارف، يعني بسم الله ما شاء الله، انا حاسه ان انتوا تيب متوافق مع بعض. عايز اعرف انتوا انا ابنها يعتبر ابني انا لا اختي ما تقوليش لا طبعا لا ولا نيجي نفكرك يعني استاذه نور صغيره انت هتكبر استاذه لا طبعا لا طبعا يعني معنى اصح هي بقى اللي شربتك المهنه. ايوه هو حب شغلي قوي، وخصوصا ان انا يعني يعتبر كل اصحابي ديكور كده الفرش بالذات كمان
بعمله، فهو من من الحاجات اللي بحبها، فحب اللي هو لا انا انا هاجي معاكي. الافكار دي بتيجي ازاي؟ هي افكارها ما شاء الله يعني، حتى في الشقق كمان يعني تعتبر مهندسه برضه يعني. لا انا عارفه ان هي طبعا في شغلها في يعني الشقق ان هي بتدخل طبعا مفيش حد يتكلم. انا عارفه انتوا عايزين ايه. انا عارفه دماغكم فيها ايه، والناس يعني حتى في ناس خلاص يسلموها الحاجه يعني، تعملي الحاجه واحنا عارفين ان احنا هنستريح لها يعني. تمام بيجي لمسه نور بدا يسمع على السوشيال ميديا، بدا الناس تخش وعايزه الافكار والتجديدات اللي حضرتك بتعمليها. عايزه حضرتك تقولي لي ايه اول حاجه عملتيها ولقيتي عليها مش الطلب يعني الناس كلها عايزاها، حاسه ان هي مختلفه وعايزه كل واحده تاخد الشيء ده تحطه عندها في البيت، ايه اول حاجه عملتيها وجيتي مصر هنا الناس كلها قالت واو لا احنا عايزينها؟ اللي هو الفوتيه بكوشن يعني، بكرسي مثلا واحد بس عليه كل الطبع بقى، عسي مارلين مارلوسي حاجه انا اللي رسمها يعني الحاجة البسيطة، هو كل حاجة اعملها اقول في لا في رسمة جديدة، في حاجة جديدة فتعجبهم برضه. فاللي هو طبعا ايه الحاجة لما بتشوف يعني بتبقى في دماغك غير لما بتبقى قدامك على ارض الواقع. اكيد بس ومن طبع استاذة نور يا استاذ قراري ان هي برضه ايه ممكن الحاجة اتعملت ومش عاجباها ممكن تبوظها يعني، تقول لك لا تتعلم تاني. هي ما يهمهاش حكايه يا جماعه والله، هي ما يهمهاش خامات ولا اي حاجه، هي اللي يهمها ان الشغل يوصل ب A1، لكن يهمها ان ممكن تبوظ الخامات من تانية على اساس ان في حاجه ديفوز صغير كده احنا ممكن ما نكونش شايفينه، بس هي تقول لك لا انا اهم حاجه اللي يوصل للعميل يكون فعلا A1 صح كده؟ اه عشان كده الناس اللي شغالين معانا برضه بيتعبوا معانا يعني، لو مش عاجبها ترجع له. لان من ضمن الريفيوهات اللي كانت موجوده على صفحه البيجي بتاعتكم ان في واحده بتقول لها ما ادتنيش الحاجه الا لما فعلا كانت كويسه، ان هي كانت عرضت عليها الصوره بتاع الفوتيه وقالت لها جميل جدا، قالت لها لا بس في حاجه انا شايفاها عيب، عادته لها من تاني. فطبعا ده مصممه تستلمه كده مش هينفع، بس ده خامات وماتيريال يعني بتضيع. بتكون احلى. انا بحب بحترم برضو القطيفه قوي، خصوصا في الطبعات في حتى في التابلوهات بحب الطباعه القطيفه، بس هي بتكون حلوه كمان يعني الكتان في الستاير بيكون حلو وجديد كده اهو، بس انا بحترم القطيفه. وهي بتمشي مع رسومات يعني، في رسومات ينفع ان احنا نعملها 3 دي على القطيفه بتطلع واو، مثلا على الفوتيه على ركنه على الستاير، بس رسومات. وانا الرسومات بالنسبه لي بتبقى كلها يعني اللي هي ايه حاجه جديده، دي بقى بنقعد نجيب. وانا كنت لسه بقى إيه؟ هقول له استاذ كارو في طبعا ورشه العمل بتاعتكم او الصندوق الاسود زي ما بيقولوا، بتقعدوا بقى انتوا الاثنين مع بعض وتختلفوا وتتفقوا وتصمموا. كلمنا بقى عن طب اعمل انت رسمه وانا هعمل رسمه ونشوف اني كده اجمل تعدل لي مثلا، لا اعملها بالشكل ثاني لا اظبط مثلا. هي عايزه الشغل على حذافيره زي ما بيقولوا يعني بتدوخها. لا وهو لا هو كمان يعني ما شاء الله دقيق في الحاجات دي. اه طبعا يعني لما كده اللي هو خلاص لا يعني اكيد هي يعني هي ادم مني في المجال يعني يعني انت بتتقبل النصيحه؟ لا لا اكيد يعني اكيد يعني في برضه واحد مثلا ما يتقبلش النصيحه لكن لازم تكون مرن في الشغلانه، لازم تكون مرن يعني. طب هي بقى استاذه نور معروف عليها ان هي برضو في شغلها جد وكده، بتفصل بقى في شغلها عن انت ابنها مثلا ولا ايه؟ لا تفصل جدا يعني، هي جد في الشغل شغل وفي الحياه الثانيه طبيعيه وطيبه لابعد درجه يعني كمان. تمام. طيب ايه اللي بيميز البيجي بتاع حضرتك عن البيجات الثانيه؟ ايه بقى؟ يعني احنا شايفين ان في حاجات مختلفه، بس ايه اللي يخليني ادخل كده الجاليري بتاع حضرتك واقول لا ده فعلا ده مختلف عن اللي انا شفته؟ اللمسه الافريقيه شويه والتركي مع المصري دمجه الثلاثه مع بعض وال
بالنسبه للأبيرات دي انا مش ما ما يعني ما شفتهاش 3 دي بنفس التابلوهات مثلا. التابلو احنا ما شفناش فعلا الاباجورات، هي الاباجورات التقليديه. لا انا عاملاها اللي هي 3 دي مع التابلو مع الستور مع اي حاجه حابه الرسمه دي رسوماتي يعني، دي خلاص رسوماتي انا اللي عاملاها هي بتاعتي. انت اختاري من مثلا رسومات انا هعملها لك بقى على اي كان اي كان. تمام. طيب بس بطريقتي بلمستي باللمسه يعني. بتاعتي باللمسه بتاعتي. اكيد انت ليكي مثل اعلى في المصممين الكبار بتوعنا مين بقى؟ عندها محمد بديع وشيرين عبد الرسول، نفسك تكوني زيهم كده. آه بس على فكره يعني انت بداتي توصلي لهم برضه استاذه نور من تصميماتك وشغلك على فكره هي جاده جدا يعني. بالرغم ان هي مرحه وكل حاجه بس بامانه هي جاده جدا في شغلها، ما بتحبش اي حاجه صغيره تخرج من تحت ايديها الا لما تكون كويسه. طيب في طبعا صور معانا بتتعرض على الشاشه، حضرتك ممكن تعقبنا عليها. دي ستاير، بصي اللمسة النوبي فيها والورد وبوكات الورد، الخامات والمتاير كل ده قطيفة، كل ده قطيفة، كل ده قطيفة. و يعني ده السفرة، السفرة عادية جدا بس ليها ثلاث تابلوهات يعني التابلو ده هما ثلاثة بيتحطوا مع السفرة. تمام، بيدوا منظر. طبعا ده الكرسي ده فوتي بتاع الصالون، تحسي ان هو يعني اللي هيقعد عليه الكرسي نفسه اللي هو بتاع يعني بتاع زمان، بس في اللمسه اللي هي بتاع دلوقتي دلوقتي. ده برده الستاره مع التابلو اكيد اكيد. دي انا وقرار بقى احنا الاثنين يعني كنا متفقين عليها. العباقره بقى لما يكتبوا مع بعض. دي مالو التابلو بتاع الكرسي يعني. تمام. استاذه نور درست المجال ولا هوايه؟ والله بصي هو هوايه من وانا صغيره انا يعني، وانا بحب الديكور، بحب التشطيب. تمام. ان انا اشطب مثلا بس انا بحب انا بحب بتحبيه. من 11 سنه بالظبط ابتدت بقى اللي هو اولاد اخواتي اصحابي احنا عاوزين خلاص بداتي بقى. بقيت بس كان ليهم يعني عاوزين نعمل حاجه مجنونه، حاجه جديده. تمام. حاجه ما شفناهاش يعني كده هو قبل في مكان تاني بس، فابتديت بقى واحده واحده الموضوع. تمام. شغلكم في كل المحافظات مش محافظه معينه يعني؟ لو حد طلبكم في محافظه تعملوا له ديزاين معين بتروحوا وتوصلوا له الشغل وكل حاجه؟ التوصيل. عندك بقى شركات شحن مرتبطه بشركه شحن مثلا توصل لك شغلك ولا ايه النظام؟ في شركه برجيت اما ثلاث شركات من غير اسماء يعني كده. حضرتك في شركات مهتمه بالموضوع وبتروح وتوصل الحاجات للعميل؟ طبعا اكيد طبعا. طيب ايه اخر الصيحات المطلوبه دلوقتي؟ احنا صراحه الشغل اصلا عايزه اقول لك يعني الكنترول مبهور بشغل حضرتك، وعايزين بقى اخر الصيحات الموجوده دلوقتي ايه هي؟ والله عملتي ايه وتكتكتي ايه؟ اخر صيحاتي ان كل يوم يعني بكل شويه بتطلع حاجات جديده، كل شويه بيكون في افكار جديده، رسومات جديده، فكل ده جديد. بس انا اللي انا حباه قوي اللي هو يعني ان احنا كل ما قللنا في مثلا في العفش كل ما تكون كل حاجه بسيطه داخله ببعضينا. ايوه يعني في ناس يحبوا الورد مع الفازه مع كنبتين وكرسيين والحاجات بتاكل لا فاهمه فلا ما كل ما الحاجه كانت بسيطه كل ما كانت كل ما وكل ما كان في سنس الاختلاف ده اللي بيكون. بس هي البساطه في كل حاجه حلوه. ايوه لما تدخلي حضرتك البيت وتلاقيه بسيط غير العفش اللي تلاقيه كتير قوي ما بيديش منظر حلو للمكان. نفسيا كمان على فكره يعني هو يعني المساحه بتديكي نفسيا بتكون اكيد احسن. طبعا هو السؤال ده كان المفروض اساله للاستاذه نور بس انا بقى عشان انت ايه فرحت. لا 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 ماشي. عايزه اعرف استاذه نور اتعاملت مع مصممين كبار بالمنظر اللي انا شايفاه ده؟ والله هو خلاص ان شاء الله هي في نواحي انها توصل ان شاء الله باذن الله
بالذات في مصر يعتبر غطت مجال كبير وان شاء الله قدام كمان الدول العربيه باذن الله. يعني الخليج. يعني هو كل التصميمات ده من الدماغ دي اي من تفكيرها لكن هي ما اشتغلتش مع مصممين واخدت منهم مثلا بعض الافكار وكده، لكن ده كل التصميم ده جاي من العبقريه اللي موجوده قدامي. خيالها جميل يعني. بتقعد وتصمم وتعمل كده كل حاجه وارسم. انا اصلا بحب الرسم جدا وارسم وانفذ على على الطبيعه. اكيد يعني انا حضرتك تعتبر سيده اعمال من الدرجه الاولى، وخصوصا يا جماعه انا عرفت ان استاذه نورا برضو معاها اطفال، يعني انا عايزه اعرف بتوفقي ما بين ده وبين ده ازاي. لا هو مايا وزياد يعني لحد ما هما كبروا ابتدوا. مايا على فكره هي اللي عامله لي التصميم ده. التصميم ده مايا اللوجو. الف مايا اللي عامله. مايا مش كبيره يا جماعه. مايا 11 سنه هي اللي عامله لوحده ما شاء الله. وراثه طلعت يعني طبعا طلعت وراثه. العيله كلها هتدخل بقى في موضوع الكوشن والستاير والحاجات دي. وزياد هو يعني اللي هو ايه ده حلو قوي كملي على ده ماشي تمام. بيساعدوكي ويديكي رايهم وانا بهتم قوي يعني بحب رايهم وبحب ذوقهم لانه بحس ان هو لا يعني انتوا مش المستوى ده حلو قوي يعني اكيد يعني ما فاجئتني لما عملت لي ده. انا كنت عامله تاتش باي نو خالص ففاجئتني بدأ قالت لي ده أرق وأهدى وفعلا هو كان عجبني بصراحة قوي. تمام تمام. طبعا هي سمت البيج بتاعك أو الجيلري باي نور عشان حضرتك نور، فهي كون إن هي تصمم التصميم ده وتقول تاتش باي نور لمسة نور، لا ده ابن الوز عوام زي ما بيقولوا. طيب برضو أنا عايزة أعرف حضرتك إيه النصيحة اللي ممكن تنصحيها لأي عميل لو اشتغل في المجال بتاعك؟ طبعا حضرتك بروفيشنال في تخصصك بس برضو عايزين نصيحة كده، يعني يعمل إيه أو يشتغل على نفسه إزاي؟ يعني يشتغل على نفسه إن هو يكون مميز، يعني أعمل أي حاجة بس اللي هو أول حاجة تكون أختار إنك تكون مختلف. مختلف بإيه دي بقى؟ أنت لازم يكون عندك السنس بتاعك أنت. أنا مش هدخل فيه بس دايما ندور انك انت تكون مختلف. انا بشوف طبعا ده وده وده وده. انا هعمل ايه غير اللي انا شفته ده؟ انا هعمل ايه غير الشغل مرطرب بس بالزبط. عايز ايه الاختلاف بالظبط؟ ازاي ان انا اكون ديفرنت عن غيري في مجالي؟ هو ده اللي بينجح اي بيج او اي شركه. طبعا. برضو في سؤال، اشتغلتي مع مصريين؟ حضرتك طبعا احنا عارفين ان حضرتك مش مصريه. اشتغلتي مع مصريين واجانب ولا اشتغلتي مع اجانب بس ولا لا كله مع بعض؟ مع اجانب بس يعني دلوقتي حاليا في مصريين بس قليل، يعني كل شغل الديكور كل ده مع اجانب. مع اجانب والتصميمات وكل حاجه دي من وحي خيال حضرتك؟ من بس اكيد برضه يا استاذه نور اتدربتي على نفسك كتير، يعني طورتي من نفسك. انا بعشق الرسم من وانا طفله بس اشتغلت على نفسي دي من 11 سنه، بقيت انا انفذ ان انا بعمل بيت كامل، بعمل سفره صالون يعني اللي هو يعني اكيد. بس احنا معانا بقى دقيقه فاضله بس كنت عايزه اقول لحضرتك اللي هو صراحه الحلقه جريت وانت عايزه حلقات، وان شاء الله من برنامج اسرار الحياه استاذه نور داوود هتكون معانا في حلقات كتيره، وان شاء الله هي الراعي الرسمي لبرنامج اسرار الحياه ان شاء الله. كنت عايزه اعرف من حضرتك في السريع كده، ازاي حضرتك بتقدري ان انت توصلي الفكره تقنعي العميل بفكرتك؟ انا لحد دلوقتي ما جربتش اقنع. انا يعني لما بيشوفوا الشغل هم اللي بيفرحوني يعني لانهم بيعجبهم. مش بقنعه بس انا بطلع شغلي وهم بيشوفوا ايه رايكم نعمل كذا، انا في دماغي كذا وكذا وكذا. هو ممكن بيقولوا لي مثلا نعمل ازواق، طب انا رايي ايه رايكم لو عملنا ده؟ طب نرسمه على ورق ونشوف. وقت خلص. اشكرك استاذه نور واشكرك استاذ قراره ونتمنى لكم مزيد من النجاح والتفوق. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا في حلقات كتيره جايه مع اسرار الحياه.